لو حابب مصر وجاي تزور، أو حتى ما بين أهلها بتعيش، يبقى أنت أكيد شفت فيهم حنطور أو رحت قعدت على الكورنيش. وأكيد لو أنت رحت هناك هتشوف كمان عمك ريفو، راجل طيب بيحب الناس ويشوف العالم على كيف، لا يفاصل وياك في الأجرة، راضي بمشواره وبقليل، بتشوف في قلب الناس لبيا وتحس بمصر في تفاصيل. أدينا بنتفسح على الكورنيش أهو يا عم ريفو. أيوة يا فندم. بقالك كام سنة يا عم ريفو بتفسح الناس، بتمشي بالحنطور؟ بقالي 40 سنة شغال الشغل. 40 سنة؟ أنت عندك كام سنة يا عم ريفو؟ عندي 58. أمال حصانك عنده كام سنة؟ لا عنده 5 سنوات. سكر عنده 5 سنين؟ 5 سنين. يعني شاب؟ شاب. الخيل تعيش كام سنة يا عم؟ والله يا فندم الأعمار بيد الله، بس أهم حاجة اللي اعتنى. يعني لو اعتنيت بيه على الآخر يعيش كام سنة؟ ممكن يعيش معاك 20 سنة، 25 سنة، 17 سنة، بس لما بيكون شايف شاور حلو ومعاملة حلوة وأكل وشرب ونظافة. إنما أنا بحب اعتني عشان ده مصدر رزقي. طبعاً. وأنا وعيالي عايشين من خيره. أنت عندك عيال إيه يا عمري؟ معايا ندى الكبيرة. ومعايا شاهندة ومعايا هايدي. 3 بنات. ده انت ابو البنات. الحمد لله. هتروح بيهم الجنه يا رب يا رب. وعندك احفاد يا عمري؟ عندي احفاد. مين؟ عندي احفاد بنتي رماس ودانا. رماس ودانا دول اللي صورهم في الحنطور من ورا. ايوه. هنخش بقى كده على مانسترلي. والشجر القديم ده قصر محمد علي. قصر محمد علي. والكورنيش ده برضو هادي، بس ما اعرفش ده فيه ايه. ده عمري ما مشيت. ده اخره جراند حياه. ده يوصل في طلعك على اول كوبري الجامعه. بتحب الصيف اكتر ولا الشتاء يا عمري؟ والله يا فندم الصيف يعني حصيرته واسعه ورزقه كتير الحمد لله. حصيرته واسعه ورزقه كتير. رزقه كتير. صح. ناس كتير بتخرج من الحر تتمشى. صح. فبيبقى الرزق فيه اكتر شويه من الشتاء. صح. انما البرد بيخلي الناس تكمل. تبقى عايزه تقعد في البيت. مش موسم للحنطور. لا لا لا. بس ربنا ما بينساش حد والله. يعني حاجه. طب والخيل نفسه يحب الشتاء اكتر ولا يحب الصيف؟ والله هو الحصان يعني بيحب الربيع. ايه اللي خلى الحراطير عددها يقل كده يعني؟ والله يعني في ناس ماتت كتير وفي ناس ما طلعتش. ناس من اللي كانوا بيسوقوا الحنطور اتوفوا. طب والجداد ما يجوش ليه؟ في اجيال طلعت جديده برضه وشباب معاه شهادات راكبه الحنطور. ها. عن اهاليهم يعني. الناس اللي كانوا ولادهم الناس اللي كانوا اهاليهم عندهم حنطور ركبوا الحنطور ورا اولادهم. عم ريفو انا سمعت ان انت يعني طلعت في افلام سيما كتير. ايوه. بس مش بقى بالحصان ده. لا لا مش هو ده. كان معاك مين حصان؟ كان معايا حصان تاني. اسمه ايه؟ اسمه مشمش. مشمش؟ طلعت في افلام ايه يعني؟ انا طلعت مع شاهد الملكه مع الاستاذه ناديه الجندي. لا يا راجل. والله. ومسلسل زمن عماد الدين. في مدينه الانتاج الاعلامي. والكاريتا وكله راحوا مدينه الانتاج الاعلامي. ايوه يا فندم. ايوه. وانت بقى انت ساكن فين اصلا يا عم ريفو؟ يعني بتيجي منين كل يوم؟ انا باجي من بلاقه بالعيله كل يوم. طب مش بعيد من هنا اهو. أتاريك بتحب الحتة بتاعت ماسبيرو والحتة التانية دي. بتيجي من بولاق أبو العلا. وبناتك عندك بنت منهم اتجوزت. ها؟ كبيرة. ساكنة فين دي؟ في بشكيل. أم البنات معاك لسه؟ معايا قاعدة معايا في بولاق أبو العلا. أنت راجل اشتغلت الشغلانة دي يا عم ريفو عشان بتحب الحرية وبتحب تبقى على سجيتك. خلاص؟ لما الدنيا بتبقى زحمة والدنيا بتقف كده ما تحسش إن الشغلانة دي مش عايز تكمل فيها. ده ما بقتش جايبه همها ولا بقت توشه قوي؟ بعد اوقات والله يا فندم، بس بضطر اقول ايه، ما انا ماليش دخل غيرها. مالكش عاده غيرها كده؟ ماليش اكل عيش غيرها. ليه حبيتها اصلا يا عم؟ حبيتها عشان انا بحب الخيل. بحب الخيل؟ من صغري وانا عيل صغير. من وانت صغير بتحب الخيل؟ وانا في المدرسه. خدت بالك ازاي؟ يعني كنت انت من الارياف اصلا ولا انت منين؟ انا مواليد مصر هنا. من بولاق؟ بس الاسطبل جنب المؤاخذه جنبينا. كنت اروح اقف قدام الاسطبل كده اتفرج على الحصان محبه كده لغايه ما غويت الشغله واشتغلت. هو انت يومك يبتدي الساعه كام؟ انا يعني بصحى الصبح
كالعادة الساعة مثلاً 8 الصبح أو 9 على ما بجهز الحصان وشطفه وأشيل الغطا مع العربية وأظبط بطارية الأنوار بتاعة العربية وكله أطلع من بولاق حوالي الساعة 10 11 أتكل على الله أجي أقف في الموقف اللي جنب جنينة الحرية ده أقف بقى ورزق على الله فين لما ربنا سبحانه وتعالى يفكها عليا يجيب لك حل أعمل بقى لفة اتنين أنا ورزقي أنت ورزقك في كام واحد بيقفوا في الحتة دي يعني؟ في الحتة دي حوالي 13 عربية ولا 15 عربية